شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنيه. نعم، والقى سعاده وزير النفط والبيئه كلمه في خلال الجلسه اكد فيها ان انشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوه التمويل المناخي يعكس جهود دوله الامارات العربيه الرياديه في العمل المناخي، كما شدد على اهميه تعزيز الاليات الماليه ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الاكثر عرضه لاثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاص بها، مشيرا الى ان سد الفجوه الماليه يعد امرا بالغ الاهميه لضمان حصول الدول الاكثر عرضه لاثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربه مملكه البحرين الفريده في اعداد الخطه الوطنيه الاستثماريه للتكيف مع ظاهره تغير المناخ، نوها سعاده وزير النفط والبيئه بالمحاور التي تناولتها الجلسه، ومشيرا الى ان هذا الحدث رفيع وبيع المستوى يعد بمثابه لحظه محوريه لتجتمع الدول معا وتتبادل الخبرات حول الاجراءات التحويليه التي من شانها حمايه مجتمعاتنا والكوكب للاجيال القادمه